أنا جيت وجبت لكم معايا الخير واربح، جبت لكم معايا زوج وصفتين رائعتين، سهلين مهلين اقتصاديين، وأهم من هذا كامل أنهم بنان 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 وما يطلبش فيها بزاف. ممكن نقدر نقوله 25,000 لكن درت 1000 وصفة. لكن ما أهم حاجة قوموا بالواجب، حبطوا ديروا لي لايك، وما تنسوش اللي راكم حابين وصفات تاع الاطباق روحوا زوروا قناتي اللي راكم تشوفوا فيها هنايا في الصوره. نقول لكم ما علينا غير نقولوا بسم الله على بركه الله. هذه الوصفه راهي جد اقتصاديه، نحتاجوا فيها 4 معالق كبار تاع الفرينه، زوج مغارف كبار تاع النشا، نحتاجوا ثاني 3 مغارف كبار تاع الزيت، 500 ملي تاع الحليب، شوية تاع الزبدة، مغرف كبيرة تاع الزبدة، ونحتاجو تاني مغرف الى زوج تاع الشونتيي اللي ماشي لازم، راني رايحة نقول لكم بواش تنجمو تعوضو هادوك زوج مغارف تاع الشونتيي. ما فيها لا بيض لا والو، وراهي بزاف بنينة، وراني استعملنا هنايا الفارينة باش ما يجيناش هذاك الذوق تاع المايزينا، لانه يعني انا شخصيا يعني ما نحبش هذاك الذوق، عليها يعني عوضناه بالفارينة. زدنا برك زوج مغارف هادوك تاع عنشا باش نتاكدوا ان رايحة تجي القوام تاعو ماسك روحو. نحطو هنايا الفارينة ونشا والسكر، واذا حبيتو في هاد المرحلة ديرو تاني لافاني ديرو، نخلطوهم كامل مع بعض حتى وين نشوفوهم ندمجو بارد على بارد، نجو نحطوهم هكا في كسرونة اللي نروحو للغاز، الغاز يعني نشعلو له نار متوسطه، ما تشعلولوش بزاف، نار متوسطه، ونبقاو نحركو غير بشويه شويه شويه حتى وين يندمج، باسكو لو كان نشعلو له بزاف ممكن يدير لنا الكوتل ولا يتحرق معنا وتخسر معنا الوصفه. ونروح فعلا هنايا نبقاو غير نحركو هكا، هنايا بدا يتلم لنا، يعني كي نشوفوه القوام تاعو بدا يشد روحو، ما لازمش يشد روحو تاني بزاف غير هكا، يكون لانه راه فيه نشا معناتها كي نحطوهم بعد في الثلاجه رايح يشد روحو. فوالا يكون هكا القوام تاعو كيما هكا. في هاد المرحله نحطو يعني في طبسي هكا نقي، نجو نخدموه، نحطو هذيك المغرف الكبيره تاع المارغرين، يعني ما يهمش هنا مارغرين بارده ولا سخونه، المهم رايحة تذوب لانه الخليط هذا راه سخون. هنايا نرفدو الخلاط الكهربائي، الى ما عندناش الخلاط الكهربائي عادي جدا نجمو نستعملو الخلاط اليدوي، بصح تشدنا شويه الوقت. في هذه المرحله نديرو هذوك الزوج الى 3 مغارف تاع الشونتيي، والى ما عندكش مغرفه هنايا تاع الشونتيي تنجمي ترفدي مغرف الى زوج تاع الماء اللي يكون بارد بارد بارد، زوج مغارف كبار ولا مغرف وحده. نعاودو تاني نخلطوه، يعني يعاودونا هذيك المغرف تاع الشونتيي فوالا، باش يعني يعطينا هذاك القوام الملساء. من بعد هنايا من بعد ما حطينا في ليفيرين تاعنا، نجو نديرو الوصفه الثانيه اللي نديرو فيها نفس الشيء 100%، نضيفو برك هنايا الكراميل. هاد الكراميل انا شريته من الجزائر كيما تنجمو تلقاو في هذوك العلب تاع الفلون، ولا يعني تنجمي 3 الى 4 مغارف تاع السكر تحطيهم هكا في مقله تكون على درجه النار متوسطه حتى وين تشوفوا يعني يدب لكم، هذاك هو الكراميل اللي تخدموا به فوالا، يعني ما تشعلوهش بزاف باش ما يحرق لكمش. نعاودو نديرو تاني كيما الخطوه الاولى، نخدمو على نار هادئه حتى وين نشوفوه تلم لنا، كي نشوفوه تلم لنا تاني نحبسو نرفدوه نحطوه ثاني في طبسي. ولكن هنايا في هذه المرحله راني رايحين نديرو الياوغت، هذا الياوغت هذا كراميل اللي متوفر يعني في الجزائر، تنجمو هذاك الكراميل تنحيو منه هنايا وتستعملوه يعني بلا ما ديروا بلا ما يعني ديروا السكر ولا توجدوا الكراميل هذاك، تلقاو فيه هذا الياوغت، ولا تنجمو ديروا يعني علبه تلقاو فيها الكراميل، نزيدوا عليها ثاني مورسو تاع مارغرين يعني اللي هي مغرفه كبيره. نجو تاني هنايا نندمجوهم كامل مع بعض، هنايا ماشي لازم تزيدي الشونتيي. من بعد نجو نحطوه، يعني يستحسن لو كان ديري يعني الكيس كيما هكا، انا استعملت هذه ليفيرين اللي راهم متوفرين في الجزائر، ليفيرين اللي راهم بزاف شيك، اللي راهم فريمون يعطوا القيمه لهذيك التحليه ولو تكون بسيطه. اصلا شوفوا هذا اللون اللي عطاتنا راه شباب بزاف، يعني انا بين هذه وبين الوصفه الثانيه انا نفضل هذه، ما نعرف. بعد هنا جينا زيناها بالبنان كما تعرفوا الكراميل يحب بزاف البنان،
نجيو نخدمو كيما هكا، يعني هنايا نخدمو غير بالعقل باش تجينا الخدمه تاعنا نقيه وشابه. البنين هذا كي تقطعوه قطعوه يعني لازم تجي رقيقه باش تجي شابه هنا وتشد روحها، يعني غير تلصقوها ما بين البلاستيك هذاك والبنين هذاك يشد. هنايا نجيو ثاني نقطعو مرسو هكا صغير، يعني بنانه هذاك نقطعوه في الوسط هكا يديرنا قسمه. شوفوا كيفاش يجي شباب، والله الا رائعه الوصفه. يعني انا زوجتي خاصه يحبها بزاف لانه فيها ذوق الكراميل، فيها البنان، وراهي وصفه اقتصاديه. شوفوا كيفاش تجي. ومن بعد من الفوق زدت له هذاك الكراميل تاع الياغورت، زدته هكا من الفوق، جا فريمو فريمو شباب. وراني رايح نشارك معاكم حاجه ممكن اول مره تشوفوها في التحليات، صبروا برك معايا. يعني طريقه رائعه تنجموا تزينوا بها جميع حلويات ولا عفوا تحليات نتاعكم اللي يجي فريمو بنين بنين بنين. نرفدو هنايا حوالي 5 مغارف تاع السكر، نرفدو تاني اللوز. انا درت اللوز، نتوما ماشي ضروري ديروا اللوز، نجمو ديروا الكاوكاو، يعني تخلوه يتحمص مع هذاك السكر حتى وين يذوب كامل ويولي لنا كراميل. نجيبو هكا تاع الالومنيوم نحطو عليها شويه تاع الزيت باش من بعد ما تذوبلناش. يعني رانا رايحين نديرو النوغا، فوالا النوغا. نتوما ديروها بالكاوكاو ولا باللوز ولا بالجوز ولا باللي عندكم. كيما تنجمو تاني ما ديروا فيها والو، ديروها غير السكر هذاك. من بعد نجو نحطوها هكا، علاه نحطوها باش من بعد كي نجو نحوها نحوها بسهوله. خلوها في الجهه تبرد. هنايا جيت نزين الاولى. انا زينت الوصفه الاولى بالخليط اللي راني رايح نخليه لكم في صندوق الوصف تاع لافريز، كيفاش نديرها انا باش تخرج لي كيما هكا الكوليه تاع لافريز. زينتها هكا، يعني نتوما تنجمو تزينوها باي حاجه كيما تنجمو، غير بنواد كوكو من الفوق، يعني تحطو غير عليها غير نواد كوكو. من بعد نعاودو نجو هنايا بعد ما درنا النوبه تاعنا بردت لنا، نرفدو كيس نحطوها في الكيس. يعني هادو افكار ان شاء الله يا ربي ينالوا اعجابكم. يعني افكار هكا، افكار ولا الاكثر يراهم افكار من راسي. يعني انا اخترعته من راسي. فوالا كيما هكا نجو يعني نضربو هكا باي حاجه عندنا، ولكن يفضل ان نضربو هكا ما نخدموش يعني بالخلاط الكهربائي او بالبلندر ولا. شوفوا هنايا يعني من بعد ما حطيناها في الثلاجه بردت لنا شويه، واللي وصلت هنا نقول لك اختي اذا عجبت لك اكيد الوصفه ما تنسينيش باللايك ولو كان قلب صغير هكا. فوالا من بعد نجو نحطو عليها النوغا تاعنا. النوغا هنايا صدقوني رايحة تعطي ذوق رائع 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 رائع. ماشي لازم تستعملوا هاد لي فيرين، ولكن الى راكم في الجزائر راهم متوفرين ب 18 ألف. شريتهم انا يعني فيها حوالي هكاك 9 قطع ب 18 ألف، راه يعني رخاص بزاف وراهم شباب وبرستيج. شوفوا البنات وتنجموا ما ديروهم هكا وتبيعوهم، حقيقه تنجموا ديروهم في الدار ما راهمش مكلفين وتبيعوهم. هذه برك تنجم تجيب لكم 18 ألف للقطعه، يعني انتوما الوصفه كامل جابت لكم حوالي 25 ألف. يعني البنان انا كي جيت في الصيف بنان شريتها لوليدي ب 12 ألف. يعني تنجموا تشروها وتستعملوا هذه الوصفه ب 18 ألف، تبيعوا هكا واحد تاع الفيرين هكا واحد، راهم رائعين، راهم بنين، راهم فرانشمون انا متاكده اذا جربتوهم بافكاري الخاصه راهي رايحه تجيكم بنينه بنينه بنينه. وانتم تاكلوا تدعوا ان شاء الله يا ربي. فوالا البنات انتم ما عليكم غير تفكروني بهذاك اللايك، واللي راهي حابه كما قلت لكم تزور لي قناتي الثانيه اللي خاصه بالاطباق ووصفات يوميه للافكار تسهلها عليك ان شاء الله في المطبخ. ما عليك غير تجي تزوريني. ما كيما العاده والعوايد انسي نوري لكم القوام تاع الوصفه باش تشوفوها. كما قلت لكم انتم ما عليكم غير تجربوها ومتاكده باللي تنال اعجابكم. شوفوا يعني القوام تاعها كيفاش يجي شاد روحو. وكما قلت لكم ثاني بالنسبه لهذا الكولي تاع لافريز، راني سبق ليا ودرت معكم وصفات، حطوا برك للقناه راكم رايحين تلقاوهم الوصفات تاعي لقدام. التحليات درت بزاف تحليات معكم هنا معايا، غنقولكم استودعكم الله الذي احبكم فيه. سلام.